ومع الدكتور نصر الدين مختاري، مستشار بجامعة الجزائر وباحث وكاتب في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الجزائر، ومداخلته تحت عنوان إصلاح الجامعة العربية في ظل الواقع العربي والترتيبات الدولية الحديثة، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت جيد أستاذ؟ وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، تفضل دكتور. نعم، سيد رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية، أساتذتي الكرام، رؤساء الجلسات، الأساتذة الكرام، المحاضرون الذين سنحاول إن شاء الله أن نعمل سويا من أجل دفع عجلة الوحدة العربية. كلكم أقول لكم تحية طيبة، كل باسمه وكل بمقامه. إذا من خلال هذا المؤتمر المبارك إن شاء الله سنحاول نحن الأساتذة من مختلف الأقطار العربية، من ما تحويه مثلا هذه الجلسة من المغرب، السودان، مصر، إن شاء الله سنعمل سويا من أجل كما قلت دفع عجلة الوحدة العربية التي تحتوي على عناصر الوحدة والتكامل والتعاون المشترك أكثر مما تحتوي على عناصر التفرقة والتصادم إلى غير ذلك. وعلى هذا الأساس في هذه النقطة بالذات أستذكر ما قاله وزير الخارجية، عفوا، أو الوزير الأول لبريطانيا سنة 1907 كامبل، عندما قال أن هناك من المحيط إلى الخليج، وهو يقصد كل الدول العربية، أمة لها من وحدة الدين والعادات والتقاليد واللغة، يجعلها إن توحدت سوف يجعل هذا الأمر، هذه الوحدة، خطر على أوروبا والمصالح الغربية إلى غير ذلك. وبالتالي أستشهد بهذا القول أن هذه الأقطار العربية والشعوب العربية لها من عوامل الوحدة والتكامل والتعاون المشترك أكثر مما لديها من عوامل التفرقة والتصادم. لكن السؤال المطروح هنا، لماذا هذه الدول رغم هذه العوامل التي تمتلكها والتي تتوفر عند قليل من الدول الأخرى، لكن رغم هذا لم تستطع أن تمشي في مسار التنمية والوحدة، والدول الأخرى في الجانب الآخر، الدول الغربية التي لديها وكانت لديها من عوامل التصادم والتصارع أكثر من عوامل الوحدة، لكنها استطاعت اليوم أن تبني أفضل النماذج الناجحة في عمليات التكامل والتعاون، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو غير ذلك. وعلى هذا الأساس أحاول من خلال هذه المداخلة التي جاءت بعنوان إصلاح الجامعة العربية بين الواقع العربي والترتيبات الدولية الحديثة، وبالتالي أحاول أن أقدم بعض الأفكار، بعض أسميها بعض المفاتيح، والتي اختصرتها في 7 مفاتيح التي تساهم إن شاء الله في دفع مسار التكامل والوحدة العربية إن شاء الله. أول مفتاح سميته بالإرادة السياسية، والذي أراه كأهم شرط لأي مسار تكاملي. فبدون إرادة سياسية لا يمكننا أن نتكلم عن تكامل ولا اندماج ولا أي خطوة مشتركة بين هذه الدول العربية، حتى أن معظم النظريات الأكاديمية والطروحات الفكرية التي جاءت لتنظر وتؤسس لعلم التكامل والاندماج كلها تتكلم عن شرط وضرورة وجود الإرادة السياسية لدى الوحدات السوسيو السياسية المكونة لهذا التكامل. ثاني شيء، بعد وجود هذه الإرادة السياسية لابد أن نتكلم على بناء داخلي لكل وحدة، لأن عملية التكامل أو عملية العمل المشترك لابد أن يكون فيه بناء داخلي لكل وحدة. فمثلا لو اقترحنا أن نمشي في المسار الاقتصادي، على أي أساس نعتمد؟ هل بإمكاننا أن تتم عملية تبادل السلع والمنافع وذلك والخدمات ونحن اقتصادنا جد هش داخليا؟ فغير ممكن. هل يمكن أن نمشي في مسار التكامل والسوق المشتركة
أو حتى التجارة الحرة ولدينا أزمات أمنية داخلية، إذا لا يمكن هذا. وعلى هذا الأساس فضرورة الانطلاق في عملية التكامل لابد وأن تبدأ بعملية البناء الداخلي لكل وحدة، من خلال أولا بناء نظام اقتصادي قوي جدا ومتنوع، نركز كثيرا على التنوع الاقتصادي. ثاني شيء، لابد أن تكون هناك أنظمة شرعية تتحلى كما قالت الأستاذة المحاضرة بالديمقراطية والشفافية وغير ذلك. فكل هذا سوف يساهم بشكل أكبر أولا من التحرر من الخارج، لأن الضغط الخارجي على الدول العربية كما نعلم هو قوي جدا. فالمنطقة العربية هي منطقة جيوستراتيجية مهمة جدا بالنسبة للغرب، ما تحتويه من مواقع استراتيجية وما تحتوي أيضا من موارد ومن مصالح مباشرة وغير مباشرة لتلك القوى. بالتالي البناء هذا الداخلي سوف يساهم من التحرر من الخارج أكثر، بالتالي سوف نصبح نتفاوض بمفهوم أو بمنطلق القوة. على هذا الأساس سوف نتمكن من وضع سياساتنا بمعزل الخارج، حتى وإن أراد أن يتآمر أو غير ذلك فلن يستطيع. وعلى هذا سوف يساهم في دفع مسار التنمية والعمل المشترك وبناء سياسات مشتركة. ثاني شيء، هذا البناء الداخلي كما قلت سوف يساهم في وضع اللبنات الأولى للتكامل، لأنه كما ذكرت سابقا أنه إذا حاولنا أن نضع تكاملا سواء كان في شكل اقتصادي أو سياسي، فإنه من ضرورة بمكان أن تكون هناك بعض الأسس لتتوفر، مثلا اقتصاد قوي، وجود سلع وخدمات، وجود اقتصاد متنوع، حتى نؤسس ما يسمى بمفهوم الاعتماد المتبادل. إذا هذه الأرضية ضرورية أو ما نسمى بنقطة الانطلاق لابد أن تتوفر كعنصر أولي حتى نمشي في مسار التكاملي. أيضا لما نتكلم على مسار الوحدة العربية لابد أن نتكلم على نقطة مهمة أيضا، وهي قضية النخب. دعوني أساتذتي الكرام أن أقول أن معظم العمليات التكاملية أو مسارات أو محاولات الوحدة كانت فاشلة بسبب وجود نخب ديكتاتورية لديها ثقافة سياسية بعيدة عن الفكر التشاركي، الفكر الوحدوي، لديها إشكالية أنها تحب هي من تسيطر، كل واحد يحاول أن يفرض فكرته ويريد أن يسيطر على هذا التكامل بنفسه وفق تصوره ومصلحته الخاصة الضيقة. على هذا الأساس فوجود نخب سياسية مثقفة متفتحة على العالم الخارجي لديها إرادة سياسية هو ما يساهم في بناء مسار التكامل، مثلما الإرادة السياسية هي عامل مهم وكبير في مسار التكامل، أيضا وجود نخب متفتحة لديها فكر ديمقراطي متحرر تفضل المصلحة الجماعية على المصالح الخاصة الضيقة، سوف يكون كل هذا دافع بشكل كبير لمسار التكامل والوحدة العربية. أيضا أتكلم على نقطة أخرى وهي أساسية أيضا، على وهي رابع نقطة، نتكلم على الدول النواة. وبالتالي فغالبا ما التكاملات وعمليات الوحدة ومحاولات الوحدة مختلف النماذج في العالم كانت ترتكز على بعض الدول وليس كل الدول. فمثلا إن كان هذا التكامل أو هذا المسار من الوحدة يحتوي على مثلا 15 دولة، فإن دفع هذا التكامل سوف يعتمد على حوالي 5 دول 6 دول، هم من يمولون هذا التكامل، هم من يغطون الفجوات إلى غير ذلك. فليس من العيب بمكان أن تكون هناك دول نواة هي من تدفع، تكون هي دول قوية نوعا ما نسبيا بالنسبة للدول الأخرى، هي من تحاول أن تدفع مسار التكامل والاندماج للدول العربية. أيضا لما نتكلم عن هذه الدول النواة نتكلم أيضا في نقطة خامسة وهي الجهود المشتركة وفق المرحلية والاستمرارية. لماذا نتكلم عن المرحلية؟ إذا لابد أن نبدأ مرحلة بمرحلة. معظم الجهود العربية تحاول أن تبلغ محطات متقدمة جدا من عمليات التكامل، وهي لا تتوفر على
هذه القدرة. بالتالي لابد أن نبدأ بالمرحلة الأولى، ثم المرحلة التي تليها، ثم المرحلة التي تليها، وهكذا حتى نصل إلى أعلى قمة في هرم التكامل. ولابد أن نتحلى بهذا الفكر المرحلي، ونتحلى أيضا بفكر آخر وهو الاستمرارية. بالتالي يجب أن تتوفر لدينا قناعة بأنه إذا فشلنا في محطة معينة فهذا لا يعني بفشل المسار الكبير للتكامل. وعلى هذا الأساس فكارل دوتش يعرف التكامل على أنه مسار ومرحلي، وأيضا هو مشروط. لابد أن تتوفر بعض الشروط التي نحن نتكلم عنها وتكلمنا عنها في الدقائق الأولى من هذه المداخلة. أيضا نتكلم على ضرورة وجود قطاع تربية لديه برنامج يتضمنه منهج تربوي داخلي عربي يحاول أن يدرس عبر مقررات للطلبة في الجامعة أو في مختلف المراحل التكوين، من أجل غرس ثقافة الوحدة وثقافة التكامل والالتفاف، ومحاولة خلق ما يسمى بالهوية العربية، أو إن لم نتكلم عن وحدة عربية، هوية عربية عفوا، نتكلم عن ذلك الإحساس بالجماعة، بالشعور بالجماعة العربية. على هذا الأساس ف التكامل يعرف على أنه مرحلي كما قلت، ومشروط، وعبارة عن مسار، ولكن نصل إليه لما تصل هذه الشعوب بهذا الإحساس بالجماعة. وعلى هذا الأساس دعوني إخواني أن بعض المؤشرات التي ذكرت في بعض المراكز البحثية تقول أن معظم شعوب هذه الدول ترى بأنه التهديد لها قد يأتي من بعض الدول العربية المجاورة أو في الإقليم أكثر مما تراه في الدول الغربية، وهذا خطير جدا إخواني، ولابد من تغيير هذه الذهنيات لشعوبنا، لأن الأنظمة السياسية قد جعلت هذه الفكرة راسخة في هذه الشعوب. وعلى هذا الأساس أنبه إلى الدور الكبير للمجتمع المدني، وهي كانت مداخلة الدكتور سليمان من المغرب، وأحييه على المداخلة التي قدمها وعلى أهمية هذا الموضوع، لأنه المجتمع المدني سوف يكون له دور كبير في المنطقة العربية من أجل بناء اللبنات الأولى للوحدة العربية، لأنه لابد أن نبتعد في المنطقة العربية لبناء للانطلاق في مسار التكامل عن كل ما هو سياسي، ونحاول أن ننطلق عبر المتغير الاقتصادي، المتغير الاجتماعي، والمتغير الثقافي. وكل هذه المتغيرات يكون للمجتمع المدني دور كبير فيها. أيضا نتكلم في آخر نقطة، وهو استغلال الوضع الخارجي بالنسبة للدول العربية. دعوني أشير إلى نقطة أساسية، وهو أن مختلف التكاملات أو محاولات الوحدة في مختلف مناطق من العالم كانت بإرادة سياسية داخلية وبتوفير البنية التحتية لهذا التكامل، لكن أيضا كانت بدعم خارجي من بعض القوى الدولية. وعلى هذا الأساس فبإمكان الوحدات العربية أن تستغل الوضع الدولي الحالي الذي هو بوجود قطب سوف يصعد كقطب أقوى من القطب الغربي الذي كان يسيطر فيما مضى، وبالتالي صعود هذا القطب الشرقي تحاول الدول العربية أن تلتف حوله وأن تضع استراتيجية لاستغلال هذا الوضع الدولي لصالحها، وسوف يكون محفزا ومدعما للمصالح العربية للمصلحة العربية المشتركة عفوا، ولدفع عجلة الوحدة العربية إن شاء الله. وهذا أشكركم أساتذتي الكرام على الإصغاء ومتابعة الأفكار التي طرحتها، وسنحاول إن شاء الله من خلال النقاش أن نثري بعض النقاط الأخرى إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا الدكتور نصر الدين مختاري، مستشار بجامعة الجزائر وباحث وكاتب في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الجزائر. كانت مداخلة تحت عنوان إصلاح الجامعة العربية في ظل الواقع العربي والترتيبات الدولية